ما انتبهت للسيد حسن حكي ساعتين تقريبا وشرح الاتفاق وشرح شو كان بده يصير وين كان على اي شفا، ولم ياتي من قريب او بعيد لا على نهايه الرئاسه ولا على الحكومه. هذا الصمت هو له دلالته وله رسالته. هذا يمكن انا افسره من جهتين، وده حس على الاخرين انه حاجه ناجج المسألة على شيء متفقين عليها. نحن هلا اكتشفنا الأستاذ جورج والأستاذ جيمي، نحن متفقين انه هاي الحكومة حكومة ما انا مطول، ان شاء الله ما انا مطول وهي تحول على انتخاب رئيس. خلص هذا هو، خليني اعمل جولة عندي على مواقف تسألني اسئلة. تفضل عرفني على اسمك. حسن شهير، نحن من اوفياء نهج الشهيد رفيق الحريري. انا بستغرب اول شيء بدي وجه الدعوة للشعب اللبناني لرفع الصلوات وطلب الغفران من رب العالمين للخروج من جهنم اللي نحن عايشين فيها. أما بعد هالتخبط اللي عم نشهده اليوم والحروب الكونية الوهمية اللي عم بتسمع عنا، وطالب الأمم المتحدة باعتبار 3 مليون إنسان يحملون الهوية اللبنانية لاجئين في وطنهم كي يحصلون على أدنى مقومات العدالة الاجتماعية والعيش بكرامة وحياة كريمة. أما التناحل اللي عم نشهده من الأفرقاء من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا الغريب لأن عم نشهده اليوم انه عم ندعي لانتخاب لرئيس الجمهورية ونحن ما عندنا جمهورية ولا مقومات الجمهورية. اليوم بدل من ان نسعى لانتخاب رئيس للجمهورية فلنسعى الى بناء جمهورية عمادها اتفاق الطائف بكامل بنوده وقوامها العيش المشترك والوحدة الوطنية. يعني انا بعطي اكبر مثال اليوم، بس بدي بشكل مختصر، دخل علينا رئيس للجمهورية تحت شعار بي الكل، انتهى شعاره ببي فريق واحد. نحن بدنا نموذج مشرف يكون وطني بكل معنى الكلمة ويكون بيل الكل بكل معنى الكلمة. مارون الزغبي من التيار الوطني الحر، تفضل. مارون زغبي، تيار وطني حر. أنا بس بدي شدد على نقطة أساسية، أنه الرئيس عون هو فخر وبوزع اعتزاز على الشعب اللبناني كله سوا، وهيدي إهانة نحن ولا ممكن أنه نقبلها. هي إهانة كتير كبيرة. بعده رئيس جمهورية، ولو حتى بطل رئيس جمهورية، لا عمول معروف هذا رئيس جمهورية ومن واجبك تحترمه. رئيس جمهوريتك بدك تحترمه. رئيس جمهوريتك بدك تحترمه. فخر عليك وعلى أكبر منك، بدك تحترمه رئيس جمهوريتك. رئيس جمهوريتك بدك تحترمه. روح شوي. عمول معروف. خلص. نزل المستوى كتير سي جورج، بس اذا بتريد يعني نزل المستوى يا كتير يا جماعه. اعلام لبنان الكتب موجوده كلها سوا كتب يا مارون. يا مارون ست شهور كفايه خي. عمول معروف سي جورج، بس نقطه اساسيه، المشكله اللي عم نواجهها اليوم هي مشكله انه الافرقاء السياسيين المعروف شو هن، رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومه، منهم معودين على استخدام رئيس الجمهوريه لكامل صلاحياته الدستوريه. وهيدي مشكلة أنا بالنسبة لإلي شرف لإلنا كتيار وطني حر نخوضها. ليش؟ لأنه الأفرقاء السياسيين بدهم رئيس مثل الرئيس الهراوي ومثل بقية الرؤساء. يلي مو رئيس الهراوي، ما بصير أكلم هذا الرجل في ذمة الله. يا مارون ما قطشتك ما تقطشني. يا مارون رو تفضل اقعد. ما قطشتك ما تقطشني. خلص خيي. يا مارون رو. لحظة. رو يا خيي. الإهانات اللي كانت عم تتوزع من أول الحلقة لهلا ما بتنقبل. وين في إهانات؟ صار الرئيس عم مكسر عصب من الكل. وين؟ خلص بزيادة. عمول معروف ما تقطشني. خلص. عبروا عن رأيهم الشباب يا أخي. ما قطشتك ما حكيتك، تفضل قعد محلك، ما لك قصة فيي. ما لكم قصة فيي. كفي كلامك يا مارون، كفي. مش نادر وعم بتلك عيب علي. عاد يا استاذ يا مارون، كفي. روقه يا جماعة، روقه. كفي. لحظة شوي. يلا مارون، كفي. الفكرة وفيها الإهانات كانت إذا بدك، والنظريات الدستورية كانت من الأطراف اللي هي تاريخها غير مشرف دستوريا وغير دستوريا. ومعلش ما راح نسمي القصص بأسمائها طبعا، ناخذ وقت، بعرف وقتك ضيق. وشغلة ثالثة وهي الأهم، الرئيس عون هو الرئيس الوحيد الذي دخل القصر بقاعدة شعبية كبيرة وكبيرة جدا، وخرج من القصر بقاعدة شعبية أكبر،
ونحن معلش هون بدي رد على كل شخص وجه هيدي الفكرة انه الرئيس عون فات على الرئاسة معه الكل وطلع ما معه حدا. نحن شفنا الكل كيف كان معه، شفنا الكل كيف طعنوا بظهره، وشفنا انه ما حدا خلى له كلمة. من تشبيه القوات اللبنانية ما في شيء شخصي طبعا بيقول الموت، نحن ما قادرين نحط ايدينا بايدكم صراحة وقت شبهتوه بيقول الموت. اوكي مارون، مارون خليني اسمع جيروم شكور. جيروم تفضل. جيروم جيروم شكور، جيروم شكور من القوات اللبنانية تفضل. بس بدي أطلب منكم ضبط النفس، معليه ما تتخطوا قواعد معينة، وبالوقت نفسه الاختصار تفضل. طبعا نحن هاديين عادي بتصير يعني. تفضل. للأسف خلص العهد، وللأسف كنا متوقعين انه الرئيس عون يعمل انجازات، ولكن الرئيس عون اليوم فاجأنا بخطابه بالهجوم على حاكم مصرف لبنان، على السلطة الحاكمة يعني اللي كان هو على رأسه. من المعيب انه للأسف الشديد اللي تبين انه هيدا الرئيس كان جسر عبور من الدولة يلي هي بتحفظ المؤسسات والجيش لدولة تحت سلطة الدويلة بتتحكم فيها عبر شرقا وغربا واللي بدك اياه من كل الأصعدة. وزيادة عن هيك للأسف ولازم ندعي اليوم لانتخاب رئيس بيشبهنا، بيشبه هيدي الدولة اللي تعودنا عليها نحن قبل، ما يكون مثل إذا بدك على شخصية جنرال عون يلي طلع للأسف الشديد مش عند ظننا نحن كرجل بيقدر يبني دولة، كرجل بيقدر يكون سيادي. بس باختصار لو سمحت، بتمنى من النواب السياديين ومن الأشخاص اللي عن جد بدها تبني دولة تنزل معنا على المجلس. إذا اليوم التيار الوطني الحر ما بده يعطل انتخابات جلسة الرئيس، يطرح رئيسه إذا هو عنده رئيس، أو ينزل ما يعطي الجلسات كرمال نوصل الأستاذ مشاري عوض رئيس للشمال. شكرا جيروم شكور. أدهم ياسين تفضل، بدي أسمع رأيك. أدهم ياسين حركة أمل تفضل. أدهم، يعني بعيدا عن كل هذه السجالات، نحن قد ارتأينا أن لا ندخل في سجالات اليوم بموضوع الحكومة التي ستستلم زمام المبادرة. طبعا كحركة أمل كنا نفضل أن نكون أمام حكومة مكتملة الأركان، مكتملة الشرعية. حالت دون هذه الحكومة أطماع البعض وبات معروفا هذا الأمر. أما ونحن أمام هذه الأزمة الدستورية، فمن الطبيعي أن الأنظمة الدستورية ترفض الفراغ. أساتذتنا وضحوا هذا الموضوع. بالتالي هذه الحكومة شو ما كان شكلها، شو ما كان وضعها، يجب أن تستلم زمام المبادرة وأن تسير أعمال الناس دون إخفال الاستحقاق الرئيسي وهو انتخابات رئاسة الجمهورية. وبرأينا المدخل الوحيد للوصول إلى رئيس جمهورية يصلح ما أفسدته سياسة الحقد والشخصانية هو الحوار والتوافق، لأننا أمام كتلتين في مجلس النواب بين بعضهم مش متفقين على رئيس، وحتى لو اتفقوا على رئيس بين بعضهم الطرف الثاني عنده القدرة التعطيلية. وبالتالي التوافق هو الحل الوحيد والحوار هو الحل الوحيد. نعول على حكمة الكتل النيابية بتلقف مبادرة دولة الرئيس المقرب ويعتذر عليه. بعد بدي اسمع هشام بوغنان ناشط سياسي بثورة 17 تشرين. تفضل هشام. استاذ جورج اسمح لي بنهاية على عهد قول الحمد لله على السلامة للجميع، وهنيئا لمن صمد ومازال على قيد الحياة. يعني استاذ جورج، نحن اليوم ما بنعتبر بس انه هيدي نهاية عهد فخامة الرئيس ميشيل عون، هيدي نهاية وكالة فريق معين ووكالة جبران باسيل لرئاسة الجمهورية، وهيدي نهاية وكالة هيمنة حزب الله على رئاسة الجمهورية مع المحور يلي بينتمي له. استاذ، نحن اليوم هيدي نهاية مرحلة، نحن في عنا مرحلة جدية قادمين عليها. هيدي المرحلة بدها مسؤولية من الجميع وقبل الجميع، مسؤولية من كل القوى التغييرية والمعارضة لانتخاب رئيس جمهورية خارج إطار المحور الممانع يلي وصل البلد للوضع الراهن. شكرا لك يلي هو فيه. لا بس بدي كمل معلي شيء معلي هشام. أنا الواحد أخذت إيه، بس أنت اختصرت شو بدك يعني. إذا بعد مسؤوليتنا اليوم وطنية على قوى المعارضة على قوى المعارضة طرح اسم جدة والتوافق عليه، والأقرب على هيدا الطرح الجدة هو النائب ميشيل معوض اليوم، حيث يتمتع بمواصفات جدية. شكرا لك هشام. استاذ عايز.